الحديث السادس قال وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث فيه روايتان، الرواية التي قرأناها والرواية الأخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، ولا فرق بين الروايتين، بين رواية أجود ما يكون في رمضان أو أجود ما يكون في رمضان. فابن عباس رضي الله عنهما بين أمرا من حال النبي صلى الله عليه وسلم قد شهده، فليس هذا مما رواه عن غيره بل قد شهده وحضره، وذلك تأثير الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان مؤلف من ثلاث عناصر، هي البدن الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والعقل الذي هو نور رباني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنظرية بواسطة الضرورية. وهذه العناصر الثلاثة جاء الدين خطابا لها، فالإيمان هو خطاب الله للعقل، والإسلام هو خطابه للبدن، والإحسان هو خطابه للروح، وهذه العناصر الثلاثة هي مصلحة العناصر الثلاثة أيضا. فلا مصلحة للعقل في غير الإيمان، ولا مصلحة للبدن في غير الإسلام باجتناب النواهي وامتثال الأوامر، ولا مصلحة للروح بغير الإحسان وإحسان المعاملة مع الله والأدب معه والإخلاص له. فإذا كان الأمر كذلك فلنعلم أن الترابط بينها قائم، وأن هذه العناصر فيها ترابط. فالتأثير الروحي ينعكس على السلوك، فالبخيل بخله ليس راجعا إلى تقويمه لأمر الدنيا فقط، بل هو راجع إلى صفته هو، ولذلك يبخل بما ليس له وبما لا ينفعه. والجواد جوده كذلك راجع إلى روحه وليس راجعا إلى وفرة المال، لأن الجواد يجود والمال قليل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجود مع الإقتار من الثلاث الخاصة بالمؤمنين، فلذلك كان تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي شديدا، فيتأثر به في روحانياته، ومن ذلك جوده. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، رباه الله على ذلك وعلمه، فإن الله قال له في تعليمه للأخلاق والقيم في سورة الإسراء، قال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. دربه الله على الاعتدال والوسطية في الأمر، فنهاه عن التبذير وهو إتلاف المال في غير طائل، ونهاه عن الإسراف ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ونهاه عن بسط اليد كل البسط أن يعطي كل ما لديه، ونهاه عن البخل وهو قبض اليد ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي بالبخل. البخيل كأن يده مغلولة إلى عنقه لا يستطيع أن يعطي شيئا، فنهاه عن البخل ونهاه عن الإسراف والتبذير، والحد الوسط بينهما هو المأمور به.
ولذلك قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بين ذلك اسم الإشارة هنا كما تعلمون للمفرد ذلك، والمذكور أمران، ولكن هذا من أساليب القرآن، يأتي باسم الإشارة الذي هو للمفرد في الإشارة إلى الاثنين إذا قصد الوسط بينهما، وذلك مثل قول الله تعالى: لا فارض ولا بكر عوان، لا بكر لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. ذلك اسم إشارة للمفرد، والذي سبق اثنان فارض وبكر، لكن المقصود الوسط بينهما. ومثل ذلك قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لم يقل بين ذينك وهما أمران، إنه قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك، المقصود الحد الوسط، وهذا يدل على شرف الوسطية في الأمر والاعتدال فيه، وأن الإفراط لا خير فيه، وأن التفريط لا خير فيه، وأن الحد الوسط بينهما هو المطلوب. وكذلك هنا قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما. كان بين ذلك أي بين ذينك، وهما الإسراف والإقتار، كان بين ذلك قواما. فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وقد عرف الجود منه من شمائله وأخلاقه في الجاهلية قبل نزول الوحي إليه. ولذلك قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول، لأن هذا الذي دربه الله عليه، قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، وهو الوعد أن يعدهم أنه إذا فتح الله له يعطيهم، وقد كان يعد ويفعل. ولذلك فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول ما بدأ به خلافته إنجاز عدات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة ناداه أبو بكر فأنجز له العدة التي وعده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس لما فتح الله عليه غنائم هوازن وكانت هائلة، كان يعطي الرجل ما بين الجبلين من الإبل، ويعطي الرجل ما بين الجبلين من الغنم، ويعطي الرجل من الذهب حتى ما يقله. فألجأه الأعراب وهم يسألونه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه، فقال: إليكم عني، فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا، صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس في كل الظروف وفي كل الأوقات، في حال اليسر وفي حال العسر وفي حال الكبر، وقبل ذلك قبل نزول الوحي وبعده أجود الناس. والجود صفة حميدة يمدح بها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يتميز عن غيره، والسبب الوحي، وهذا وجه علاقة هذا الحديث بالباب، لأن الكتاب الذي نحن فيه ما هو؟ كتاب الوحي، فالوحي مؤثر عليه. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. كان يكون الاسم كان ضميرا مستترا إذا قلت وكان أجود، لأن الخبر هو المنصوب، وإذا قلت كان أجود ما يكون فأجود هي اسم كان، وحينئذ يمكن أن تكون كان تامة. كان أجود ما يكون في رمضان، فهم يعرفون أنه يزيد جوده في رمضان، والسبب ما هو؟ حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فجبريل كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن كاملا كل ليلة، ولكن في السنة التي توفي فيها دارسه القرآن مرتين في كل ليلة، فعرف هو
أن ذلك مشعر بدنو أجله وبختم الوحي إليه. قال ابن عباس: حين يلقاه جبريل، وليس المقصود أن وقت جوده من رمضان هو وقت لقي جبريل فقط، بل المقصود رمضان كله وقت جود له، ورمضان هو وقت اللقي، يلقاه جبريل في رمضان، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وهذه المدارسة إما أن يكون المعنى أن يسمع جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع جبريل، أو العكس أن يقرأ جبريل ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مفاعلة، والمفاعلة تدل على الاشتراك، فدل ذلك على أن كل واحد منهما يقرأ، فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ جبريل، هذا الذي يسمى مدارسة. وإلا لو كان جبريل هو الذي يقرأ وحده لقال فيدرسه القرآن ولم يقل يدارسه. هذا الفرق بين المفاعلة التي تدل على الاشتراك وبين غيرها من الأفعال. فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت المدارسة أجود بالخير في رمضان كله، أجود بالخير من الريح المرسلة، والخير المال الحلال، والمقصود بكل ما يسأل من الريح المرسلة. وذلك أن العرب كانوا يقولون فلان بار الريح فبار فغلبها، أي كان يباريها في الجود، فلان يباري الريح أي في جوده وسخائه، وكانوا يشبهونه أيضا بسرعة موج البحر، فيشبهون الجواد بالبحر أو بالنهر، كما شبه النابغة جود النعمان بالفرات، قال: فما الفرات إذا جاشت غواربه تلقي غواربه لعبرين بالزبد يوما بأجود منه في ضنائلة ولا يحول عطاء الأمس دون غد. فذلك لجوده شبه بالبحر. وهذا الحديث يؤخذ منه مزية الجود، أن الجود مزية وصفة حميدة، ويؤخذ منه أن تلك الصفة قد اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما سبق من عمره وما لحق، ويؤخذ منه تفاضل الجود وأن مستوياته متفاوتة، ويؤخذ منه تأثير الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسيته وفي شأنه. ونستمع الآن إلى الأذان، والسلام عليكم.